قررت الهيئة تدريبهم يومي الجمعة والسبت طيلة العام الدراسي. إضافة إلى اعتراف برلمان أقليم كتالونيا بالإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا كما يعتبر تطورا نوعيا لدبلوماسية شمال وشرق سوريا وبداية الاعترافات المتتالية التي ستحصل عليها إدارة ذاتية في زمن قريب من دول الكبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة. المدرجات المحروقات عم تصير. نحن ناقشنا العام الماضي كمان، العام الماضي كان سيء جدا خاصة بإقليم الكرات، حتى الصور كانت مخيفة جدا وصارت حالات حرق وحوادث يعني، وفقدنا طلاب كمان. الموثوق الأساسي اللي بيجي من الجزيرة هن تحول عن ما بعرف مو مصفى بدير زور الأقرب لهم يعني عشان ما يتعبوا حالهم. فمشان هيك النقاش مشان جودة التدفئة تناقشوها مباشرة مع مكتب المحطات المحلي، ونحن كمان رح نناقشهم بس مشان تتذكروا هذا الشيء لا تنسوه. نناقشوا مع جودة المواد مادة التدفئة مع المكاتب المحلية. في اجتماع بين لجنة التربية والتعليم ومكتب المحروقات للآلية التوزيع مثل ما قلت لكم. دير زور صار فيها صعوبات، كثرة الشاوشية، كثرة الطبيخة، لجان التربية ساعدتهم من يوم رايح لازم ما تخاطبونا لجنة. في عندنا أربعة ونحن وحدة صار خمس لجان تربية في دير زور. فمعلومات بسيطة جدا ما تحتاج الكثير من التربية، فاخترى عدد بنود تناقشوا بند بند وتشوفوا أنسب شغلة أو تعدلوا عليها ما في مشكلة. فهذا السبب يمهز كموضوع الامتحان التمهيدي او موضوع الامتحان التسلسل الدراسي للسابع والثامن كمان يصير، يعني اذا ما عنده شهاده سادس عنده تسلسل يعني تسلسل دراسي دار السابع والثامن.